هذا الشبل من ذاك الأسد، لعلها المقولة الأنسب التي نبدأ بها. فمن بين أهم أسود المنتخب المغربي على غرار الأب جيكو وأحمد فرس ومحمد التيمومي وغيرهم من أسود الكرة المغربية، خرج علينا واحد من أهم أسود حراسة المرمى، الوحش الذي لمع نجمه في إسبانيا إلى أن تم عمل تمثال له هناك وحفر اسمه بأحرف من ذهب بين أساطير الكرة المغربية لاعبا ومدربا. إنه أحد أشهر حراس المرمى العرب على مر التاريخ، عميد مايوركا بادو زاكي. ولد زاكي بادو في 2 أبريل لعام 1959 بمدينة سيدي قاسم شرق الرباط بالمغرب، وبدأ بممارسة كرة القدم في الأحياء الشعبية. وبعد انتقال أسرته لمدينة سلا بدأ مسيرته كلاعب هاون في أشبال نادي جمعية سلا، ولكن موهبته في حراسة المرمى جذبت انتباه مسؤولي نادي الوداد البيضاوي، فقاموا على الفور بضمه إلى صفوف فريق الشباب بالنادي بعد العديد من محاولات الإقناع لأهله للسماح له بالانتقال إلى النادي. وفي صفوف فريق شباب الوداد لمع صيته وبرزت موهبته، فتم تصعيده على الفور للفريق الأول قبل أن يتجاوز 18 عام، وهنا بدأ بكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أبرز أساطير حراسة المرمى في تاريخ المغرب بفضل تدخلاته الرائعة ومرونته الفائقة ورد فعله المثالي الذي مكنه من القيام بتصديات مذهلة. ومع الوداد تمكن زاكي من حجز مكان له بتشكيل الفريق بالرغم من صغر سنه، واستطاع الفوز بالكأس المحلية 3 مرات بجانب الفوز بلقب الدوري 3 مرات أعوام 77 و78 و86، بالإضافة لحصده لقب كأس محمد الخامس عام 79، وهي بطولة دولية كانت تنظمها المغرب بمشاركة أندية عالمية في منافسة بنظام الدوري. كذلك بدأ مسيرته المبكرة مع المنتخب المغربي، حيث شارك في مباراة المغرب ضد الجزائر لتكون أول مباراة دولية له قبل أن يصل إلى 118 مشاركة دولية مع منتخب بلاده على مدار 13 عاما متواصلين من العطاء. وفي عام 80 احتل المنتخب المغربي المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، بينما في عام 83 فاز بذهبية البحر الأبيض المتوسط رفقة أسود الأطلس، ولكن ربما يعتبر مونديال 86 بالمكسيك هو الحدث الأبرز بمسيرة زاكي الدولية، حيث تمكن الجيل الذهبي لأسود الأطلس بحضور زاكي من التأهل للدور الثاني في البطولة في حدث يعد فريدا بالنسبة للمنتخبات العربية والأفريقية في كأس العالم. ولكن المغامرة المغربية انتهت بالهزيمة في دور 16 على يد المنتخب الألماني بالرغم من تألق زاكي في تلك المباراة، وخاض 4 مباريات في كأس العالم لم يتلقى زاكي سوى 2 فقط، الأمر الذي جعله يظفر بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية كأحسن حارس مرمى في أفريقيا لنفس العام. لم تقتصر منافع مشاركة زاكي في مونديال 86 على ذلك وحسب، بل لفت تألقه أنظار مسؤولي نادي مايوركا الإسباني، فقام باستقطاب زاكي ليخوض أولى تجاربه الاحترافية، وهناك ظهر المعدن الحقيقي لأسد عرين أسود الأطلس، فاستطاع مساعدة مايوركا لبلوغ نهائي كأس الملك في أول مرة في تاريخ النادي، ولكنه حل وصيفا للبطولة بعد خسارته المباراة النهائية ضد أتلتيكو مدريد. وعلى مستوى الدوري الإسباني لمع اسم زاكي بفضل تصدياته لأشهر نجوم كرة القدم العالمية آنذاك، فمن ينسى تصديه ركلتي جزاء الأسطورة الهولندية رونالدو كومان والأرجنتيني سانشيز. كل هذا التألق جعل زاكي يفوز وبجدارة بجائزة أحسن لاعب محترف في الدوري الإسباني موسم 86-87، كما فاز بلقب أحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني 3 مواسم متتالية من عام 86 حتى عام 89. وبعد مسيرة احترافية مبهرة للزاكي، وتحديدا في عام 91 أقام نادي ريال مايوركا تمثالا له على جزيرة مايوركا تكريما له لما منحه للنادي من عطاءات ستظل دوما بأذهان محبيه. وفي نفس العام عاد مجددا إلى المغرب، وفي عام 92 اعتزل اللاعب نهائيا عازما النية على خوض تجربة جديدة في عالم التدريب، فهو كباقي عشاق الساحرة المستديرة لا تنتهي علاقته بها باعتزاله اللعب، ولكنه على عكس معظم اللاعبين الناجحين فقد حقق الكثير من النجاحات في مسيرته التدريبية، كذلك ليكون من القليلين الذين نجحوا كلاعبين وكمدربين.
وبعد فترة من دراسة التدريب بإنجلترا ومعايشة أهم مدربي العالم، خاض زاكي عدة تجارب في مجال التدريب لعدة أندية، استطاع من خلالها تقديم نفسه كأحد أفضل المدربين المغاربة الموجودين في جيله، حيث حقق العديد من الإنجازات، لعل أبرزها الوصول بنادي الفتح الرباطي إلى نصف نهائي كأس العرش موسم 93-94 بالوداد المغربي لربع النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي عام 98، والفوز بكأس العرش المغربي عام 99، إلى أن خاض التجربة الأهم وذلك بقيادته لأسود الأطلس في تصفيات أمم أفريقيا 2004 بتونس، ثم النهائيات، حيث بلغ المباراة النهائية ضد المنتخب التونسي إلى أن هزم بنتيجة 2-1 ليحصد المركز الثاني في البطولة بجانب مشواره المتميز في تصفيات كأس العالم 2016 بألمانيا، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل بالمنتخب المغربي، فقد تمكن من تصدر مجموعته في معظم الجولات، إلى أن نجح المنتخب التونسي مجدداً في التعادل إيجاباً بنتيجة 2-2 ليخطف نسور قرطاج بطاقة التأهل من جوف المنتخب المغربي إن صح التعبير. في عام 2005 اعتزل زاكي التدريب وتوقف فترة عن التدريب إلى أن عاد مجدداً في 2011، وفي شهر أكتوبر 2012 قاد نادي الوداد الرياضي الذي كان يترنح في ذيل ترتيب الجدول، إلا أن الزاكي قائداً تمكن من النهوض بالفريق وإعادته للمنافسة حتى حصل على اللقب الذي أنهى به الموسم في المرتبة الرابعة بسبب القليل من سوء الحظ، بجانب بعض الصراعات الجانبية التي كانت بغرف خلع الملابس، الأمر الذي جعل الزاكي يأخذ قراراً بالاستقالة ليتولى بعدها قيادة المنتخب المغربي مرة أخرى، وكان ذلك بالتحديد يوم 2 مايو لعام 2014. وكانت عودته بعقد 4 سنوات لهدف أساسي وهو قيادة أسود الأطلس في أمم أفريقيا 2015، إلا أن المنتخب المغربي لم يشارك بعد اعتذاره عن تنظيم البطولة بسبب انتشار فيروس الإيبولا بالبلاد آنذاك. وفي شهر فبراير من عام 2016 تم إعفاء الزاكي من مهمته وتكليف الفرنسي هيرفي رناد بقيادة الأسود، وذلك بعد تخبط ملحوظ في نتائج المنتخب المغربي واستراتيجية بدت غير مفهومة للجماهير المغربية آنذاك، إلا أن هذا لم ينفي حقيقة كون بادو الزاكي واحدا من أنجح المدربين الذين مروا على تاريخ البلاد، فضلا عن كونه من أفضل حراس المرمى الذين عرفتهم المغرب إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، خصوصا بعد تحقيقه لإنجاز غير مسبوق في تاريخ المغرب، حيث تم ضمه مؤخرا لقائمة الفيفا IFFHS لأفضل حراس المرمى عبر تاريخ اللعبة. لا يسعنا القول بأننا أنهينا الحديث عن بادو الزاكي، فهو لا يزال حتى اليوم يعمل بمجال التدريب، حيث يتولى تدريب فريق الدفاع الحسني الجديد، وبعض الأنباء تتردد حول عودته لقيادة أسود الأطلس وتوليه منصب مدير المنتخبات المغربية. ربما نحتاج لجزء ثاني من هذا الفيديو مستقبلاً.